من هالكيماوي من هالامور هاي. وهي هي حجتهم في هذا الموضوع، انه عندنا بسوريا ما في اجهزه مراقبه اعصاب. من بعد كارثه الزلزال اللي حصلت في الشمال السوري وفي تركيا ايضا، تاثرت المشافي في الجنوب التركي، وحصل هناك يعني عجز في استقبال الحالات. بعد كارثه الزلزال وتدمر البنى التحتي للمنشات الصحيه في منطقه هاتاي، تعثر بقى عليهم دخول المرضى او ما بقى عندهم قدره استيعابيه لدخول المرضى الى المستشفيات في منطقه هاتاي، وهي هي حجتهم في هذا الموضوع. في حكي بيقولوا انه مشان يرجعونا لعند النظام او هيك، وفي بيقولوا انه ضغط عليهم. انا بتحليل السياسي والتحليل العام وتحليل المنطقه، أن تركيا وقفت الحالة المرضية عن الشعب هنا المحرر مشان تدفعهم إلى النظام السوري. وأنا أناشد الحكومة التركية، إحنا ما بدنا نروح على النظام، بدنا نرجع نعالج بتركيا. لا ممكن في إنه بسبب الزلزال اللي صار وفي ولايات تدمرت، بس تركيا دولة كبيرة يعني بإمكانها يعني تستوعب كل هالعالم هاي كله تستوعب. يعني في السرطان موجود في كل الدول، لكن في له أسباب. الآن إذا تحدثنا عن أسباب الموجودة عندنا، هي واردة كتير تكون الأسلحة الكيميائية اللي استخدمتها روسيا والنظام، اللي أثرت على الأجسام وأثرت حتى على يعني الارض نفسها وما يخرج فيها من هالكيماوي من هالامور هاي من هالوساخ. جونا كله حرب بحرب وكله قصف وكله يعني ريحه كيماوي وريحه اجباري بده يصير الامراض السرطان. هو السبب الاول هو الكيماوي اللي لازم نضرب علينا من الطيران الروسي، هذا السبب الاول اللي انتشر في شكل فظيع في المناطق. من الجو اللي نحن فيه، من صار لنا 15 سنه نحن بحاله حرب، حاله زعل، حاله مشاكل. نطلب نحن بيعملوا مراكز هوني، مراكز مشفى لهالناس هاي، يعني لا بيتعذبوا على تركيا ولا على غيرها. يلاقوا له يعني حل للفوت اللي جوا، بلكي بنتلقى علاجنا في تركيا او بيساووا لنا مشفى هون يعني يعني نتعالج فيها. يعني مثل هون ما في تصوير اشعه مثل الجوا، تصوير اشعه اللي بالمخ هون ما في، لازم هاي كلها توصل لهون. بامكان هالعالم الموجود والبرة وان كان جوا، بامكاننا نبنى مستشفيات يعني ويصير العلاج هون يعني جوا عندنا بالمحرر. الكفاءه موجوده، بدنا المعدات. انا سبب روحتي على تركيا هو جهاز مراقبه اعصاب، قال ما في هون عندنا في تركيا، هيك الدكتور حكالي قال لي قول انه عندنا بسوريا ما في اجهزه مراقبه اعصاب، لانه هاي الكيسي بقلب الاعصاب سحبها بسبب لاذى ثانيه، لربما السمع يعني اليوم بالنظر تسبب اذى ثانيه.